هذه المرة من الجانب الآخر لرمضان. من موسكو مع الزميل عبد الجواد الرشد. هناك تستقبل مساجد المدينة خلال شهر رمضان المبارك عددا من الصائمين على موائد الرحمن ضمن خيام تشيد خصيصا لهذا الغرض. أكل حال يسعى القائمون أيضا على هذه الخيام لدمج ثقافة البلاد مع طقوس الشهر الفضيل. ومن موسكو ينورنا مراسل صباح العربية عبد الجواد الرشد. عبد الجواد أهلا بك، يسعد مساك، رمضان كريم، كل عام وأنت بألف خير يا عبد الجواد. نقول لنا الطقوس الرمضانية من موسكو. مساء الخير سيهام، مساء الخير نادين، كل عام وأنتم بألف خير ورمضان كريم. أنا الآن أقف في أحد موائد الرحمن في العاصمة موسكو المتواضعة، يعني في أحد باحات المساجد، يعني أبتعد قليلا باعتبار أن الصورة هي سيد الموقف اليوم. يعني عدد الأشخاص المتواجدون الآن في هذه الباحة يصل إلى قرابة 500 شخص. طبعا نلاحظ بأن المجتمع الروسي يدخل العادات والتقاليد ضمن الاحتفالات حتى في الخيام الرمضانية، لذلك طبعا اليوم هو يوم الطفل الموهوب، ولذلك نلاحظ وجود عدد كبير من الأطفال. طبعا في هذه الزاوية سهام نلاحظ بأنهم أقاموا ركنا لتلقي زكاة الفطر، وهي طبعا باللغة الروسية كلمة زكاة حاضرة هنا. أما على الجانب الآخر سهام وندين، فنلاحظ بأن الأطفال طبعا عندما تم دعوتهم إلى هذه الفعالية قاموا بالتحضير ويعني وعمل أشياء يعني من روح الطفولة. نلاحظ بأنه مجسم للكعبة المشرفة أو لمسجد قل شريف في العاصمة التترية كازان. هذا المشهد طبعا داخل الخيمة، لكن اسمحوا لي بثواني معدودة أن نرى كيف يبدو المشهد خارج هذه الخيمة. طبعا هي أعداد كبيرة من الناس، يصل عددها إلى قرابة 1000 شخص تقريبا يحضرون إلى هنا بشكل يومي. نعم. لتناول وجبة الإفطار، وهذا هو مسجد المدينة طبعا في المنطقة الغربية لمدينة. يعني عبد الجواد حقيقة المشهد فعلا رمضاني في امتياز من وسط العاصمة الروسية. هذا العام أيضا في موسكو عبد الجواد جاء الربيع مبكر، يعني درجات حرارة في المدينة اليوم تصل حوالي 8 درجات مئوية، بينما إذا قرناها في السابق بسنوات سابقة كانت تكون 22 درجة تحت الصفر، فكيف هي الأجواء مع كل هذا التغيير اليوم؟ نادين، يعني عندما ناقشنا هذه الفكرة معكم اليوم لعرضها في مساء العربية كانت الشمس تتوسط المدينة، أما طبعا اليوم فهو يعني جو ممطر بشكل كبير. يعني موسكو يمكنك العيش فيها الفصول الأربعة، يعني كما يتحدث الأجانب في موسكو هو هناك شتاء أبيض وشتاء أخضر، لذلك طبعا الربيع هذه السنة جاء بشكل متسارع، ولعله الخير في رمضان نتمنى هذا الشيء. لذلك طبعا الشعب يتغير بشكل كبير مع سطوع الشمس. لابد من لفت الانتباه بأن الشهر الأول من هذا العام شهر يناير شهد شروق الشمس لساعات معدودة خلال 30 يوما، أما شهر مارس وعلى غير عادته، يعني هناك ثلوج كثيرة، هناك درجات حرارة يعني تصل إلى 20 و30 درجة تحت الصفر. اليوم في موسكو الحرارة جيدة بشكل كبير، وهذا ما ينعكس ويظهر بشكل كبير على وجوه الروس والقائمين في المدينة. رمضان كريم عبد الجواد، كل عام وأنت بألف خير، شكرا جزيلا لك من موسكو مراسل صباح العربية مساء العربية عبد الجواد الرشد، شكرا لك.